يا جيت، ألو. نعم، مرحبا، كيفك حضرة المدعي؟ العملية نجحت، بدأ التسجيل وفينا نتسمع. تمام، هذا خبر حلو. حسيت إنه الخبر بيهمك، لا تواخذني إذا حكيت بوقت ما أنا مناسب. لا بنوب، عملت منيح، شكرا. تصبح على خير حضرة المدعي. وانت من أهله. احكي سونا، شو كان بدك تقولي؟ يجيت أصغر عم يسأل عنك طول الوقت. خير؟ سأل مين كانت الخالية اللي إجت هديك المرة؟ وعن هداك الزلمة، أنا حاسة إنه دمه عم يجذبه لألون. ليك، كانت أمك زعلانة كتير هداك اليوم، وإنت لهلأ ما خبرتني شي عن القصة وما بعرف شو بدي قله. بالنتيجة أنا مرة، وعن جد بعرف لما تكون المرة عم تتعذب من نظرة عيونها. سونا لو سمحتي، أنا عندي كتير شغل. طبعاً فيك تشتغل. قالت إنه فرهاد ما حس على شي، وإنها أنا رح تجي الصبح على المشفى، بس انتظرتها كتير وما أجت، واتصلت فيها أكتر من 20 مرة بس ما ردت على تليفونها. شو عم بيصير يا ربي؟ شو عم بيصير؟ ايه طيب، شو عم بيصير؟ شو هاد؟ كيف بتفوت هيك على بيتنا؟ وين أصلي؟ على مالك أمي، استني شوي. تفضل، شو بترين؟ عم قول وين أصلي؟ أصلي طلعت من الصبح بكير مع زوجة. حضرتك معك أمر بالتفتيش؟ أمر تفتيش؟ طبعاً رح ورجيكي أمر التفتيش. شو مكتوب هون؟ جيم شينار، أصلي شينار بتكون أختي. هاد بيعني إنه فيني أسأل عن أختي بأي وقت وين ما بدي كمان. فهمتي علي هلا؟ يا حضرة المفوض، عم بسمعك. أصلي خانم، طلعت من الصبح بكير مع زوجة. تمام؟ رح أرجع شوفكن، رح شوفكن على أكيد. مو معقول اللي عم بصير. مين في هون؟ طلعي لبرا، فرهاد انقتل. لا تتعبينا معك، صار دورك انت. تفضل معلم، نزلوا من السيارة وعم نلحقهم. فاتوا على الغار منك. بعد إذنك إيدي الخانم، بدنا نحكي أنا والمفوض على انفراد. أهلا وسهلا يا حضرة المفوض، تفضل عود. ما تحلم أني يكون جاي لهون لأنهي المشكلة اللي بيناتنا. بكل الأحوال نحن أخذنا بنت من عيلتك يا حضرة المفوض، يعني نحن صرنا هلأ قريبين، وواجبي إنه استقبلك. أنا ماني موافق على هاد الزواج ده، هيك ما دخلني بالقصة. بظن ما بقى في فايدة من فتح السيرة هلأ، بعدين الدنيا كتير تغيرت. قصة إنه الأهل يوافقوا على زواج أولادهم خلصت من زمان يا حضرة المفوض. أصلي وينها؟ ما بعرف، هن مسؤولين عن نفسهم حضرة المفوض، ومتزوجين من فترة قصيرة،
ولا تستغرب إذا اتصلوا اليوم أو بكرة وقالوا عم نعمل شهر عسل بإيطاليا. أختي ما بتروح على إيطاليا أو فرنسا بدون ما تخبرني. حقك، بس أنت بتعرف إنه هي متزوجة هلأ ولا عندك كلام تاني؟ رح ضل وراك يا نامق بيك، تذكر هالشي. أكيد بعرف، أنا اللي بعرف. برو دقت لها أكثر من مرة بس ما ردت، ودقت لها أنا كمان وما ردت. رحت على البيت وما لقيتها، رحت على مكتب نامق، تمسخر علي وقال لي هن نرسان جداد وبجوز راحوا على شهر عسل. ما بعرف، يمكن معه حق بهالحكي. حضرة المدعي، أنا بعتذر على اللي عملته. ليش؟ شو عملت؟ بقصد يلي صار وقت عرفت إنه فرهاد أخوك وإجيت وعصبت عليك، غلط بحقك وقتها. لهيك أنا بعتذر منك وبتمنى تسامحني. وقت الموضوع بخص أختي ما بشوف قدامي أبدا. حضرة المفوض، فرهاد بيكون أخي بمكان واحد، بسجل النفوس والكنية مو أكتر، غير هيك ما بيخصني أبدا. ما قدرت غير عيلتي، محيته من كل شيء بحياتي إلا هي، ما قدرت. بعرف إنه مجرم، مجرم، بس رح ضل وراه ورح يجي يوم وأمسكه. عن جد ما بعرف شو ساوي لو كنت محل حضرتك. يعني أصلي إذا عملت شي غلط وعرفت أنا بهالشي، ما بعرف لأي درجة رح سكت عواطفي ونفذ واجبي. أول على آخر هي أختي، الأخ ممكن يطعن أخوه بس بالأخير بيرجعوا بيتعانقوا. طيب أنا مضطر أمشي، في حادثة بدي أكشف عليها. إيه طبعاً، أنا بدي استأذن منك. خليني بالصورة أول بأول. تكرم سيدي. حضرة المدعي، كمان مرة بعتذر منك. نامق، أنت فاضي شوي؟ ضروري توقع لي هالوراق. تفضل، هون هون لو سمحت. نامق، أنت متضايق كتير، شو يلي صاير معك؟ خبرني. روحي على البيت إيديل، عبيت العيلة. ليش لروح؟ بدي تقعدي معنا بالبيت لفترة. أنت عم تفاجئني كتير يا نامق. عن جد مانك سهلي أبداً.